أنا رائدة في التمريض. أنا رائد في التمريض. أنا رائدة في التمريض. أنا رائدة في التمريض. في التمريض نتعلم شلون نقيم الوضع، فلما نقيم الوضع نقدر نعطي أفضل الحلول للمشاكل اللي ممكن نواجهها. سيميليشن سنتر يهيئ الطلبة في مجال ما بعد التخرج ويزيد ثقتهم من نفسهم لحياتهم العملية ما بعد التخرج. تواصل التعليم في مجال التمريض ضروري لتطوير المهارات العلمية والعملية.